نحن نجد بأن الرئيس الفرنسي دائما يقوم بمهاجمة أسأله ماذا تريد مني أولا قم بإعطاء ضريبة وفاتورة ما قمتم به في الجزائر الم يقم اسيادك بقتل مليون شخص في الجزائر اريد منك ان تدفع فاتوره وضريبه ما قمت به او ما قام به ابائك واجدادك في الجزائر وفي دول في القاره الافريقيه لكن اقول بان الجمهوريه التركيه والاتراك لا يوجد هنالك اي بقعه سوداء لم تلطخ لم يلطخ ماضينا بالدماء والمجازر الجماعيه، اما ماضيكم فهو ملطخ بالدماء والمجازر الجماعيه ضد الاعراق التي قمتم باستعمارها. نحن نضع على عاتقنا مسؤوليات و واجبات يجب علينا أن نقوم بها من أجل الوقوف إلى جانب المظلومين وإلى جانب كل شعب قيد سلب حقه في أي وطن أو أي دولة كان